علاقتك بقى في الفتره اللي كنت بتلعب فيها في النادي الاهلي مع نجوم كبيره جدا وبسم الله ما شاء الله اساطير في النادي الاهلي، شادي محمد، وائل جمعه، احمد السيد، بركات، كل المجموعه اللي كانت متعب، بوتريكا طبعا متعب، انا ببص من ورا لقدام، حسام غالي، احمد فتحي، وليد سليمان، حسام عاشور، المجموعه دي، حسام غالي، محمد شوقي، وشوقي طبعا، فلافيو، مين تاني مش عايزين ننسى، فضل لما كان موجود فتره من الفترات، واحمد كابتن احمد حسن، واحمد حسن طبعا، لا حسين ياسر محمدي كان موجود فتره برضه، في ناس كتيره جدا، لا انا عاشرت بلال فتره كبيره جوه النادي، اسامه حسني، لعيبه كتير جدا الواحد اتعامل معاها، انما يظل برضه اللعيبه اللي كانت في النادي والمنتخب كان بيبقى فيه علاقه زياده شويه لان انت متواجد، احنا عشنا فتره ان انت اللعيبه اللي بتلعب في النادي هي اللي بتروح المنتخب، فاحنا كنا عايشين مع بعض سنين كامله يعني الوقت انت بتغيب بس ايه يوم الاجازه او اليومين الاجازه، انما معظم الوقت موجود يا معسكر للنادي يا معسكر للمنتخب، فاللعيبه دي يعني احنا كلنا كنا اخوات يعني موجودين طول الوقت وبنتعامل طول الوقت وشخصيات كلها تتشرف ان انت اتعاملت معاها اخلاقيا بره الملعب قبل جوه الملعب كمان. انت حظك حلو. حظي حلو. عارف ليه؟ لا لان انت جمعه ما كانش بيلعب وراك. هو اصلا ما كانش يحب يلعب ورايا ولا انا احب ان هو يلعب ورايا سواء في المنتخب او في النادي. يعني هو كان معايا من الاسبوعين فبقول له، قال لي انا كان نفسي اجيب سيد معوض عشان بطن رجلي طبعا انت فاهم. بطل كام باك رايت؟ كتير مصر كلها، كل الباكات رايت. وائل بيلعب من 1997. بص وائل انا الناس بحبها جدا طبعا، بس طبعا أنا كنت بضحك ضحك يعني. بص يا اسلام، لانه عنده رد على طول على كل حاجه، على طول رافع ايده. لا عنده رد، يعني تقول له مثلا موقف، يعني سبت الفيرويد ده ليه؟ يقول لك اصل انا لو مسكته كان هيبقى لابس تيشيرت مش عارف اديداس فبادي عليه، فهو انا لو مسكته التيشيرت مش هيطلع. حل الموقف مثلا في ثانيه. انا في موقف كنا في جنوب افريقيا مع المنتخب تصفيات كاس امم اللي بعدها، مشي كابتن حسن شحاته والجهاز الفني كان 2011 2012 ما صعدناش كاس امم، فكان عندنا ماتش مع جنوب افريقيا بره، الماتش 0-0 واحنا عاملين ماتش هايل. بص يا اسلام، الدقيقه الحكم ادى 4 دقائق، ادى 94 ففي كره اتلعبت طويله، هاني سعيد مش عارف الوقت ده كان فين، كره اتلعبت وراهم، فوائل جمعه بيجري مع الفيرود، الفيرود رايح من قبل ال 18 بشويه، فعندك وقت ومسافه ان انت تمسكه، بمعنى صح هتمسكه هتطرد هتطرد انت فاهم، بس لازم تعمل فاول الدقيقه 94 والراجل راح انفراد، الراجل طبعا وائل قلق ان هو يعمل فاول، فراح الراجل رايح للحضر وحاططها في بطن رجله، خسرنا 1-0. فاحنا كنا النادي الاهلي عنده ماتش في جنوب افريقيا بعدها بخمس ايام، فقعدته، فاحنا لعيبه المنتخب قعدنا استنينا النادي الاهلي، كان كابتن يوسف مدرب مساعد وقتها وقعد معانا يمرنا هناك، كنا 8 لعيبه او 9 لعيبه، فطبعا قاعدين بقى بنتكلم، فاحنا قاعدين فبقول له وائل يعني امسك الراجل هيحصل ايه؟ اخبطه اضربه. قال لك كان لابس تيشيرت اديداس وهو ده بادي عليه، فانا لو مسكته والله. بص قلت له يعني واحنا قاعدين، قلت له طب انت فكرت في كل ده وانت بتجري يعني انت فكرت في كل ده؟ المهم الماتش التاني بتاع الفرقه بتاع جنوب افريقيا مش فاكر فرقه ايه وقتها، فاحنا قلنا له وائل كنت تمسكه كنا زماننا قريبين من الصعود، قال لك انا ما يعني تيشيرت ومش عارف ايه. المهم الموقف ده هو مع النادي هو اسلام، بص اقسم بالله العظيم في اول 5 دقايق بقى حلو، فالكره اتعدت ووائل بيجري مع الفيرويد وراح ماسكه من بص رماه، خدوا مثلا مصارعه محترفين يعني خدوا على الارض. المهم وائل خد انذار وقتها واتحسبت عليها فاول. طب الحمد لله الفاول جه جون، فوائل بقى جوه الملعب يعني خلاص دخل في نوم، اديني مسكته اديني مسكته. فوائل جمعه مواقفه اقسم بالله العظيم لا يعني جوه الملعب مع المنتخب والنادي، لا يعني وائل من الناس اللي انا قريبه بالنسبه لي وبحبها جدا طبعا، فكلنا علاقتنا جوه الملعب لا يعني انا في
اما بشوف لعيبه دلوقتي يحصل خناقه او تنشنه على كوره ولا بتاع، يعني احنا كان ممكن يدخل فينا جون، ممكن نتخانق، بس بعدها بدقيقه الامور بتعدي وبتقلب بهزار وبتقلب بضحك، سواء كسبانين خسرين. لا انا فاكر مره مباراه اهلي وزمالك، كان وقتها بيدخل فينا جون في اول 3 دقائق على طول. المباراه دي كانت في الجونه، ماتش 4-2، فدخل فينا جون في بعد 5 دقائق او 10 دقائق. عمر جابر، فحد من لعيبه الزمالك، انا برضو مش عايز اقول الاسم، فدخل جاب الكره من الجون، الماتش ده كان بدون جمهور، فبيقول يلا تاني تاني تاني، فانا يعني هو جايب الكره من هنا وانا كنت واقف انا وائل، هو معدي من جنبنا كده تاني تاني، فاحنا ضحكنا، احنا خسرانين 1-0 بس احنا ضحكنا على كلامه، الثقه اللي بيتكلم بيها، وان هو عايز يجيب جون تاني. الماتش ده خلص 4 وكان يخلص، كان يخلص كتير اكتر بكتير. فبكلمك اللي هو ايه، لا يعني في حاجات بتحصل، الوضع مختلف. لا يعني طالما عندك ثقه في اللعيبه اللي موجوده حواليك والشخصيات اللي موجوده جوه الملعب، ان انت يبقى عندك لعيب شخصيه، ده مهم جدا. يعني اللي فرق مع الجيل بتاعنا بكل امانه ان هي شخصيات. شخصيات كلهم، شخصيات كلها، مش واحد. انت بص يا اسلام، انت عندك 99% من اللعيبه اللي موجوده شخصيات. فانت ده فرق كبير جدا، مدربين موجودين في الملعب. يعني انت فاهم، اي حاجه بتحصل ليها حل، ليها حل من اللعيبه اللي جوه الملعب. طبعا المدربين والاجهزه الفنيه ليها دور كبير جدا، بس في الاول والاخر هو اللعيب. اللعيب جوه الملعب ده عنصر مهم، اللعيب هو اللي بيقدر ينفذ اللي انت بتفكر فيه، وممكن يديلك اكتر من اللي انت بتفكر فيه. لو هو لعيب عنده موهبه، عنده حاجات، يعني بيقدر يتصرف في مواقف صعبه جدا. انت مش هتقعد تقول للعيب اسلام اما الكوره تجيلك على الطرف ادخل لجوه وحطها بشمالك، انت ما حدش هيقول لك كده. انما انت جات لك الفرصه هتروح عاملها كده. مش هيقول لك الراجل قافل عليك ما ترفعش الكوره ورقصه تاني، انت شفته خلاص. فانت عندك الخبره ان انت في الوقت ده، لا انا الا اضيع كره اخبطها في الخصم ليه؟ انا عايز اعمل اوفر يجي جون، يجي جون، مش عايز اخبطها في الخصم وارجع. صح كده. هو ده كان الفارق في التفكير اعتقد. ان انت زي ما انت قلت كده في الاخر، يعني ان هو انا رايح ارفع اوفر يجي جون، مش عايز اخبطها عشان ريح. ايوه انا مش عايز اللي هو يعني ان عملت اللي عليا، اديت الواجب، سواء عليك انا رايح.